وليس من شرط الحج ولا من مكملات الحج أن يذهب إلى المدينة، لأن الذهاب إلى المدينة سنة مستقلة لا علاقة لها بالحج. فإن شاء ذهب إلى المدينة للمسجد النبوي، وإن شاء أخره إلى وقت آخر. والمهم أنه يجب أن نفهم أنه لا ارتباط بين إيش؟ بين الحج وزيارة المسجد النبوي، كل منهما منفرد عن الآخر. لكن أهل العلم رحمهم الله يذكرونهما في موطن واحد في كتب الفقه، لأنه في ذلك الوقت يصعب أن يشد الرحلة استقلالا للمسجد النبوي لبعد الديار وخطر الأسفار والمشقة الشديدة، فكانوا يجعلون زيارة المسجد النبوي تابعا للحج، وإلا فلا علاقة.